نرجع مشاهدينا لمتابعة صباح لبنان، برحب بكل الأشخاص اللي هلا انضموا لصبحيتنا بختامها، وين ما كنتوا وشو ما كنتوا عم تعملوا نهار دافئ، أهم شيء بتمنى لكم إياه، ونهار تكونوا بأمان فيه إذا كنتوا عم تتنقلوا على طرقات وخاصة الجبلية. ختام حلقتنا اليوم رح نحكي فيها عن الشباب. يمكن دايما بنستهين القصة انه ايه شاب بقص شعره بيحلق صحيح، ولكن لا، في ستايل، في لوك، في اشياء بتكون دارجة، اشياء مش دارجة، اشياء بتكون يمكن بناخدها من السليبرتيز حوالينا، في ناس هن بيعملوا الموضة وفي ناس مش كل شيء بيلبق لهم. اكيد كل هالتفاصيل رح ناخدها هلا من زاهر جراح. لما نحكي عن تصفيف الشعر، يمكن هذا هم أولي للشخص اللي بيكون تحت الأضواء وبحاجة إنه مش يكون بس عنده هير ستايلست، إنما بحاجة يكون عنده صديق، لأنه هالقد بده شخص يفهم شو الكاركتير تبعه لحتى يقدر يطلعه بالصورة يلي هو بده إياها. وده بيوتي كرو، يعني زاهر جراح أكيد ما بقصروا بهذا الموضوع، إن كان لسيدات أو لرجال، ولرجال تحديدا مش بس سيلبرتيز، بيهتموا بالكل إيكولي. معي باستوديو زاهر جراح، صباح الخير. صباح الخير شريف. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. ماشي الحال. زاهر، أول شيء خليني أقول لك ثانك يو، لانه دائما بتكون عم تهتم باطلالات ان كان هون او بالمسلسلات، ودائما مثل ما ذكرت يعني ما بتكون الهير ستايلست، بتكون رفيق يلي بيفهم علي شو بدي. قد ايه شغله مهمه بصفات الهير ستايلست او الشخص يلي بيكون عم يهتم باي انسان جاي، يعني من ابسط الاشياء، يحلق او يغير لوك ويقص شعره. اول شغله ميرسي لك لاستضافتك لي ببروجرامك. الشعر بصراحة والزبون بدك تكسر حاجز بينك وبينه، بدك تفهم شكله أول شيء، شو شغله وشو عنده كل يوم، أي ساعة بيوعى، هل هو عملي لشعره، قادر ياخد وقت يزبط فيه. كتير قصص بتختلف بين شخص وشخص، بحكم عمله، بحكم وجهه، إذا في عنده مثلا علة بشعره بدك تزبط له إياها، بدقنه بدك تزبط له إياها. فدايما بتكسر حاجز بينك وبينه للشخص بطريقة هو تفهمه شو بده، بعدين تعطيه ستايلك أنت. صحيح. ظاهر، يعني قبل يمكن ما كان في وعي كثير عند هذا الموضوع للشباب تحديدا، يعني السيدات بنعرف بتروح صبيه بتصبغ شعراتها، بتقصهم، بتغير لوك، بس الشاب يمكن انه ايه قصينا شعراتنا وخلصنا. قد ايه اليوم ستايل عند الشاب صار في وعي اكثر، يعني صار بيجي الشاب لعندك حتى لو انه لا بيمثل ولا بيطلع على الكاميرا ولا هو تحت الاضواء ولا بغني، بقول لك انه عبالي اعمل هذا اللوك، او بجيب لك ريفرنس حدا معين بقول لك بدي اقص هيك او احلق بهذه الطريقه. الموضه كل ما عم تتطور، كمان كانت عند النسوان الشباب كانوا عم بيتطوروا اكثر واكثر، وهي السنتين الماضيين اللي اجوا كان في تطور كثير كبير للشباب من ناحيه الفاشن وهاو تو بي ابديتد وكيف ستايلات بتكون، يعني كيف تطورت. اخذنا شوي من النسواني وحطيناه شوي بالرجالي. ترند الدقن مثلا الى سنتين من ترند مخيف، يعني البرودكتس اللي عم يدفعوا عليها مليارات دولارات لحتى ينجوا برودكتس للدقن، قد ما اخذت ترند واخذت ضجه. صحيح. يعني بين اللوكيت اللي عم تشتغل عليهم دائما ظاهر، من وين الانسبيريشن تبعك؟ يعني وقتها بنروح وبننق عليك وبدنا نغير لوك بنصير نجيب لك ريفرنسات وصور وبصير في افكار براسنا. صراحه انا كمان بطلع لبرا وبشوف شو في قصات جديده، وبلس تابع الموضه عبر الانترنت، بشوف شو في جديد، سيلبرتيز شو عاملين جديد. اكيد كل الشباب بتيجي بتقول لك بدي مثل هذا الشخص، فهذا الشخص هو له تارجت انه يكون ريفرنس له، فبيحب يعمل مثله، فبنجيب. يا بده يطول شعره بيعطيه وقت شهرين ثلاثة لحتى يرجع، بدك اعمل لك في وقت صرنا نفهم الشخص شو بده، بنعطيه اللي لازم يكون موجود عنده. يعني مثلا ما بده 10 دقائق او ربع ساعة ياخذ سشوار وبراشينج على المراية، بده دقيقتين، فبدك تعطيه شيء عامل ناتشرال بدهد، يعني كان واعي من النوم اي مظاهر ماشي. رح نترفع على كل حال هيك بشويه صور من ذا بيوتي كرو يلي انتم من خلاله تحت ادارتك زاهر، والشباب والصبايا اللي بوجه لهم تحيه بوسه كثير كبيره، لانه الاكيد كله بجنن زاهر بذا بيوتي كرو. انتم بتهتموا بالسيدات وبالشباب كمان ايكوالي. رح نترفع هيك بشويه
صور، بعرف قد ايه انت فريندلي كمان مع كل الزبونات، مع كل الاشخاص يلي صحيح. بيكونوا موجود. هذا جو الازهر عم يتظاهرن بالصوره، جو صادر. جو صادر. بدي احكي شوي انه نحن عم نترافق بهاللوكيت يلي عم نشوفهم، ان كان يعني بتصريحاتك لكل الايفنتات يلي اوقات بتصير بالبلد بين مستر لبنان، بين ايفنتات كبيره، بين فنانين، بين ممثلين، بين كل الاشخاص يلي بيكونوا موجودين عندك. شو ترندز يلي بيكونوا موجودين ظاهر هون؟ خلينا نركز على الشباب لانه عم نترافق بصور من ذا بيوتي كرو رجال وسيدات، ولكن انا بدي ركز على موضه الرجال بال 2016. اذا بدنا 2016 هي مور يعني ما عاد في صفصفه شعر اكثر من من قبل، يعني بتعرف درجه اخر سنتين الفرق ما مصفصف شعره الواحد، صار بامبادور فيدد بتكون من هون كثير قصير مع شعر طويل من فوق، بس ما بنشوف تقريبا بالصور. صح، مثل هيدي الصوره، هذه الصورة كثير قصيرة على الجوانب، دقن طويلة ترندي، والشعر من فوق طويل مع فانكي، منه مصفصف مع غرة طويلة. صحيح. كمان شفت شوي بالصورة اللي قبل ظاهر في مشيت في لون فايت كمان تاني بالشعر. قد ايه هذا الشيء صار مقبول عند الشباب هون نجم فارس كرام كمان؟ الشباب أكثر وأكثر عم يروحوا للو لايت بشعرهم لحتى كلر كامل يكون شعره أسود كثير ودارك وما فيه خسل، ما ببين الشعر الأسود عليه. صحيح. خسل، فبنضطر نفتح له شوي بشعره تياخد يعني ريفلكت، بيعطي ريفلكت حلوه بالشعر، فبنضطر نفتح له شوي. حلوين بيكونوا اكيد. هذا انتوني توما كمان بدحسن يعني الستارز. شادي بحكم موقعي معهم للشباب مع الستارز، فالعالم كلها بتيجي بتقصدني لهيدا الشيء، فانا بجرب شوف واعطي كل سيلبرتي موضه جديده وانا افرض عليه انه غير العالم تلحقك، فبيضطر يغير والعالم بتيجي بتقلي انه انا بدي مثل هيدا الشخص. وبعرف قد ايه انت كمان ظاهر يعني اوقات حتى لو شخص عنده فيجن معينه عم يشتغل عليها، بعرف قد ايه انت كمان مش بتفرض رايك بالموضوع، ولكن انت بمطرح من المطارح انه في 60% لانت شو شايف، وبتاخذ بعين الاعتبار هال 40% اللي عم بعرف من حالي. يعني انا بجي لعندك بقول لك انه عندي هذا الدور او عندي كذا او بدي اطلع بهذا اللوك، بتاخذ بعين الاعتبار شو عم بقول لك، بس بنفس الوقت انت صرت تفهمني هالقد لحتى تشتغل بالقصه. اليوم بين هالكومبينيشن بين انه في دقن وبين شعر، اليوم الدقن بعدها درجة قد قبل بال 2016 وعم تدرج أكثر وأكثر. هلا الموستاش له حقه اخذ شوارب، فعم اقول لك صار في برودكتس للدقن لتنعيمه لتلف شوارب، درجة هلا تركيش ستايل انه يكون برم الشارب هلا. وفي حدا هالقد جريء عم بيروحوا هالقد اكستريم؟ هلا بفهم واحد اذا ممثل اذا عم يشتغل له عرفت بيعملها كتير. لا لا الشباب العادي ما عم بحكي عن ستارز كل الشباب ماشي الترند الدقن وعم بيطولوها بشكل مخيف يعني. ذكرت من شوي انه ترندز اللي درجين لحتى هيك كمان نعطي تيبس اكثر للمشاهدين عن شو دارج اكثر بال 2016 للشباب، قلت كل شيء بدهد، كل شيء اشياء فاست ناتشورال. شعر القصير او شعر الطويل؟ شعر القصير، شعر القصير يعني لا حتى يكون في فرق بين الشعر اللي على جواني بيكون قصير والفوق يكون طويل. هيدي اللي دارجه يعني فيدد بامبادور. اوكي، هي اللي هي اسم هيدي الترند اللي هلا 2016. السكسوكي خايفه موضتها شوي هالفتره بالمره؟ ابدا، لانه ما عم نشوف ابدا سكسوكي. صح، يا دقن يا شوارب بس هالقد اكستريم. طيب والكلين كوت يعني اوقات الواحد بحكم شغله او ما بعرف او حتى بالفاشن اندستري بتشوف كلين كوت، هلا اكيد بتصغر شاب العمر بس بعدها درجه. هلا هي الفرق بين انه حدا بحكم شغله مضطر ينظفها ويرتبها وواحد ما عايز يرتبها في يرخيها ويتركها، فبس هي بحكم الشغل تبعه، هي بحكم الشغل. فالترند هي انه ما تنظفها وما ترتبها. طيب اذا شخص محكوم بشغله انه يكون عنده كلين كوت حالق على الاخر، شعراته كيف بدهم يعوضوا هون اللوك تبعه؟ ذا سيم كوت، هي ذاتها هي اصلا لبيبر ستايل هي. اوكي، انه كمان يشيل هون، وبيبر اصلا ما عنده دقن فبيشيلوا هيدي وبيتركوا ال هن متبعينا بيبر لوك نسبه لجاستن. yes. بيبر. yes. يعني هون بنشوف قد ايه الامباكت بيكون على الانترناشونال ستارز اللي بيوصلوا هالترند لكل الناس. اليوم شفنا شاب كمان ظاهر وخاصة عندكم يعني صار بيهتم بحاله أكثر، يعني حتى الفيشلز حتى كل العناية وتريتمنتس اللي بتصير كمان للوجه للبشرة تبعه، قد ايه هالكومبينيشن يعني صرت عم تقدر الزبون مش يعني منك مضطر بقى تقنعه فيها، يعني حتى بكومبينيشن مثلا باكج العريس والشبين وبالمناسبات هيدي بيجي هو لعندك بيقول لك انه ايه رح يكون في اضاءه، انه اذا فينا كمان نحضر ميك اب خفيف. يعني بعرف هذا الموضوع قد ايه
اول شيء كان غريب، ولكن هلا لا، صار هالقد في وعي انه الاضاءه بدها ميك اب. يعني لنمشي بس بالفيشر قبل ونرجع للميك اب. الشاب البشره بشره، ان كانت عند المراه او عند الشاب، فلازم يهتم فيها. ونحن طالما عم يتطور هذا الشيء، طالما عم يتطور البرودكتس تبع الوجه والبشره. نعم. كمان بالبيوتي عندنا بيدخل تنظيف البشره من حتى الكلف اللي تحت العيون، السواد، كلهم عندنا بيهتموا فيهم. بترجع للميك اب، مثلا شادي انت عندك اليوم حلقه، بدك تظهر عندك شويه او حبه او حيلا شيء، بدك تغطيها بميك اب، تستعمل الميك اب وتظهر بالميك اب. زهر، بدي احكي شوي كمان عن شغله كثير مهمه بالبيوتي كرو وعندك، يلي هي السوشيال ميديا. صارت ريفولوشن كثير مهمه، يعني بعرف من كل واحد منا بس نحط صوره بينعمل ريبوست، ريتويت، حتى بينعملنا منشن، بينشغل على هذا الموضوع، وحتى صارت استراتيجي هالقد العالم صارت عامله فولو لبيوتي كرو لزاهر جراح لحتى تشوف شو ترند يلي عم يطلع. هون عم شوف كمان هلا الصوره رح تمرق انترناشونال ديزاينر رامي سلامون، كمان بوجه له تحيه. اسم الله عليك، جامع الكل، كله موجودين لك، صديقهم كلهم. بتعرف هذا الاهم، وهذا عن جد شغله، مشان هيك قلت بالاول انه بدك تكون يعني انت رفيق، انه قبل ما تكون انه ايه انه بنروح عند الحلاق وبنفل، يعني مش قصه، يعني بنروح ال 12 سنه معكم، يعني 12 سنه صار لي معكم، فهي خبره وموده مني ومنكم. صحيح. يعني لما تفوت على الصالون لعنا بتحس قديش مريحين الشباب، بتحس قدي الجو حلو، يونيسكس، كلهم شباب مرحين، هذا شيء حلو، بوزيتيف انرجي للزبون ولنا. وقهوتكم طيبه كمان. رحمه. هلا بعد شوي ورا الحلقه طرايح معك. ظاهر السوشيال ميديا، لارجع لهذا الموضوع، قد ايه مهم واساسي، وقد ايه عمل لك بوست كمان لحتى انك تقدر توصل لشريحه اكثر من الناس، لحتى كل الناس كمان تعرف شو ترندز اللي انت عم تطلقهم. لانه عم نغير نحن بالاشخاص، يعني بيكون شيء وبيصير شيء ثاني، مضطر تحط له بيفور وافتر، هو بحس حاله انه لازم يتصور. وهلا السوشيال ميديا كثير قويه، فنحن كمان شغالين عليها بشكل قوي، يعني عندي كاميرا بقلب المحل، بتصوروا قبل وبعد بنزلوا مع، يعني اذا قريب لهذا الفنان بصوروا هو وياه نفس الصوره. اشتغلت وفيها مردود، فيها مردود حلو، كان كتير قوي، وضلينا نسعى ونطور هذا الشيء أكتر وأكتر، والحمد لله عم يجينا فولوورز ولايكس كله بوزيتيف. زاهر، بعرف انت قد ايه بتشارك كمان بفورومز لاري لوكينج، ان كان بالهير ستايلينج، كمان السنه الماضيه كمان انا ببيال يعني كانت معكم وقدمت الايفنت. قد ايه هالشيء مهم لاسمك، وقد ايه السيجنتشر، يعني اليوم بس نقول زاهر جراح، اوكي شو بيفرق عن غيره من مصففين شعر؟ في كثير اسماء بالبلد، ولكن ليش كلنا عن زاهر ومع زاهر؟ هي كل واحد بيختلف عن الثاني، يمكن بدعسه صغيره وبيبين هذا الشيء. طالما بدك تتابع كل القصص، مضطر تشوف كل شيء بالبيوتي وتلحقه. نحن ماشي، يعني بعدنا عم نتعلم، قد ما كبرنا وعملنا بعدنا عم نتعلم قصص جديده. صحيح. ونشارك بقصص جديده. الانشيب وكذا مطرح طلعت عملت فيهم شوات لأثبت أنا شو عندي وشو عندنا قدرات بالبيوتي كرو، وكان نتائجها كتير رائعة. قطع قد الحمل على كل حال، يعني إن كان مع رجال أو حتى صح. مع سيدات. اليوم قد ايه مهم بذا بيوتي كرو انه الشاب يلي جاي كمان وجاي معه صاحبته او صديقته او مرته، انه هن جايين على نفس المحل، يعني مختصر للوقت والخدمه ايكوال الاثنين، قد ايه هذا الموضوع صار محفز اكثر؟ لانه اوقات في عندك شباب بيكونوا مهملين، او انه بقصه شعرهم مش دايما، او انه ايه ما قلج ليه دروح، اديه الشغلة هيك شوي بتوفر وقت وبتحفز اكتر الناس انه يجوا يعملوا ريلوكينج، ضلون هيك فريش مغيرين، يعني دايما دايما. يعني اذا انت وصحتك دهرين مطرح، حتوصل على كوفير نسماني وتروح انت عند كوفيرك وترجع وتلتقوا بمطرح تاني لتروحوا. نحن فكرتنا كانت انه نجمع هذا الشيء. مصاحب ما بعرف ما بتعملها، فمش حلو يروح يوديها وينطر وكمان يرجع يروح يجيبها، فجمعنا هيدي بصالون واحد. حتى مش بس هيك، حتى المرأة وجوزها وولادك صاروا بمحلنا مثل عائلة، كمان بيفوتوا على المحل بتزبط شعره بيزبط شعره بيحموا حالهم. صحيح. حتى الاطفال عندهم حصه، قربنا هذا الشيء على حتى الاطفال عندهم حصه بالبيوتي كرو. زاهر، اذا بدي اغير لوك هلا، شو بدنا نعمل شيء جديد؟ يعني شو الليتست ترند حسب المسلسل اللي فايت فيه؟
شفتوا ليه لازم الواحد يكون رفيق ومش بس هذا. هلا لا رح اروح انا وياك نحكي بهذا الموضوع، عم فكر قصير دارج تقصير. ايه؟ انا شوف المخرج شو بدنا. انا شوف المخرج. ماشي زهر، انا بدي اشكر وجودك معي. ميرسي لك. بدي اوجه تحيه لكل بيوتي كرو، بعرف قد ايه انتم بتهتموا بكل شخص بفوت لعندكم ايكولي، ان كان سيلبرتي او ان كان انسان جاي بس يغير لوك من الرجال والسيدات. شكرا لك، وانا شخصيا شكرا على كل المتابعه دائما بكل شيء. ثانك يو زهر. اهلا وسهلا فيك حبيبي. ثانك يو لك.